للاسف حسين انتم اغاني جويه اغلب البرامج التلفزيونيه طرفين عايشه على هذا لا لا من يصير يحدث الامر بالمدرج تشتعل البرامج مالتكم وكانما العالم طيب انهجم طيب بس من تشوفون لوحه جميله من جمهور القوى الجويه او من جمهور الزوراء جمهور الشرطه جمهور طلبه جمهور نجف البناء كل الجماهير بسرعه ما شفناكم في يوم مجدتوا لا مجدوا قناه العراقيه الرياضيه مشموله بهذا الكلام لا مجدوا لا كل علاقات مجد لا لا شفت في يوم قناه العراقيه لا 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 امانه لا الطب للاشاعه لا 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 حلوه قوه جويه هي مو تطول اذا الرساله توجه للبرامج الباقيه لا 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 يحشون معلقين يمجدون باللوحات اللي يسوونها الخلفيات مالتهم اليوم تعطي مجال يحكي لو لا وخلي يحكي براحته لا لا بالعكس والله حاضر انا فرحان انا اقوله انه مثلا سباكر شفتوا جمهور القوى الجويه او جمهور الشرطه فتشي جميل بدر منه شيء حلو المفروض خلي يكون هذا الشيء ترند بالمواقع مالتكم مو انه واحد شبر لبطل وصار ترند اليوم وظلوا الحكي والصدمات ونطالب ونحذر من بورسعيد يا بورسعيد ليش بطل؟ يعني احنا ما عندنا بورسعيد احنا ترى بالعراق منو؟ انا وابو الشرطه اليوم قاعد يسوى بس تسمح لي ابو حيدر انا وابو الشرطه اليوم قاعد يسوى انا وابو الزولا صديق واخوي ابو الطلبه كذا كنا تربطنا علاقات كبيره واحد بورسعيد ما تصير عندنا اخي الباحه هاي مال الدوري الاسباني الجمهور مال اسبانيول من نزلوا على برشلونه هاي لو عندنا لا يا الله طبعا. اليوم حضرت جوال بالعراق بسبب القنوات التلفزيونية بس اليوم المخرج اعطوا جائزة المخرج مال المباراة اعطوا جائزة هو المصورين لان صوروا هذا ضرب الكاميرا وخذوا الشرطة الاسبانية بس انا قصدي انه موقع الحدث البارحة هذا لو صاير عندنا بالعراق بس هو عارف مو عدل باكر دربي باكر احلى دربي ترى دربي قديم انت ما تدري بهذا بس ابو كلام راح ما يدري به هاي قبل يعمل الشرطه والجويش يقول لمن تدق اجراس النصر للجويون ام للشرطاويون خلي باكر للجويون او للشرطاويون خلي الشرطه ما تغدون هذا الشيء بالعكس انت من الدافع